مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم. يوم جديد وفقره جديده من فقرات الطبيب، وزي ما عودناكم دايما بتقديم كل جديد في عالم الطب وايضا افضل الاطباء في جميع التخصصات. دايما بنتكلم عن مواضيع مهمه جدا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الناس المصابه بالسكر. في عمليه جديده ظهرت وهي تحويل المسار او تحويل المصغر للمعده. ده بيعالج السكر نهائي، مش بس عشان المريض اتخلص من شنطه الادويه ولا الانسولين، لا، عشان في امراض مصاحبه كتيره جدا بتيجي للمريض على المدى القريب وكمان المدى البعيد. في قصص نجاح احنا شفناها، وفي ناس كتير كانوا معانا نماذج شفنا قد ايه ان هم شفوا تماما من مرض السكر. النهارده لسه مكملين معاكم، وهيكون معانا نماذج شفيت تماما من مرض السكر عشان كل مشاهدينا يطمنوا، هيطمنا اكتر في كل الكلام ده. ضيفنا اللي منورنا الدكتور كريم صبري، دكتور الجراحات العامه والمناظير بطب عين شمس، وايضا مدرس جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، وايضا عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، وزميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن. اهلا بيك يا دكتور، منورني. يعني يا دكتور، عمليه طفره كبيره جدا، التحويل المصغر للمعده، ازاي دكتور بتعالج مرض السكر نهائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. الحقيقه طبعا هي تحويل المسار هي مش وريده الايام دي، هي مش عمليه حديثه، لا خالص. هي عمليه تم اكتشافها في 1970، كانوا بتعمل تحويل المسار التقليدي ذات الوصلتين، لكن هي الفكره في كلها ان تحويل مسار المعده ما كانش معروف انه ازاي بيعالج مرض السكر، الى ان تم اكتشاف ان العمليه لها جزء هرموني بحت. يعني هي بتعمل كل الحاجات اللي مريض السكر بيعملها تبع ارشادات دكتور البطنه او دكتور الغدد، اللي هو بيعالج بقى بالانسولين او الاقراص او العلاج الطبي اللي هو التحفظي. عمليه تحويل المسار المصغر هي عمليه بتقلل طبعا كميه الاكل، بتقلل الهرمونات اللي بتضعف عامل البنكرياس اللي بتخليه مش شغال خالص وخليه مجهد طول الوقت، باستبعاد طبعا جزء المعده اللي هو مسؤول عن هرمون الجريلين وهرمونات اخرى بتعطل عمله. كمان ان سوء الامتصاص، هي عمليه سوء امتصاص، احنا بنحاول نعمل سوء امتصاص على يعني باستبعاد طبعا جزء من الامعاء، بدايه الامعاء بيقلل 30% من امتصاص السكريات والدهون. مش بس كده، يعيد الاتزان الهرموني الى الجهاز الهضمي. ازاي بقى؟ لان الاكل طبعا بيمر من المعده الى نهايه الامعاء، بيحفز خلايا ال اس ال يخليها تنشط هرمون الجي ال بي 1 زي ما احنا شايفين. طبعا استبعاد الجزء اللي هو اقصى اليمين ده بيقلل هرمون الجريلين والليبتنز. كمان الكوبري اللي بيتعامل ما بين المعده والامعاء زي ما قلنا بيقلل امتصاص السكريات والدهون. مرور الاكل السريع من بدايه المعده الى نهايه الامعاء بيحفز جي ال بي 1. دي بقى الفصله اللي حصلت بالظبط، مرور الاكل السريع ده جي ال بي 1 بيطلع من خلال ال سيل في نهايه تيرمينال اليوم او نهايه الامعاء، بيحفز خلايا البنكرياس، يزود نشاطها، يزود عدد الخلايا، تفرز سكريات طبيعيه. السكر من تاني يوم طبعا العيان بيتم تحسنه. لكن خلينا اقول ان عمليه تحويل المسار التقليدي في السبعينات ما كانش معروف ازاي بتحسن. يعني احنا كلنا كنا فاكرين، او هم كانوا فاكرين، لان طبعا العمليات دي قديمه جدا، ان السكر بيتحسن لما الوزن بينزل. ما كانش معروف بقى مجموعه الهرمونات الطفره الكبيره اللي حصلت في اكتشافها، ان في مجموعه هرمونات، ان الجهاز الهضمي هو عضو نشط هرمونيا. وفي السكر طبعا بيبقى في خلل كبير جدا في النشاط الهرموني بتاع الجهاز الهضمي، الى ان تم اكتشاف يعني تحويل مسار المعده المصغر اللي هو بوصله واحده، هو زيه بالظبط زي تحويل المسار التقليدي، لكن اخف شويه في وقت العمليه، بيتعمل بالمنظار، فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى، بيخرج تاني يوم سكره خالص ما يكونش موجود. العمليه دي دكتور بتناسب الناس اللي بيعانوا من سكر من الدرجه الاولى ولا الدرجه الثانيه؟ النوع الاول او النوع الثاني. طبعا اذا كان مصاب بالسمنه، خلينا نقولها في نقط واضحه، اذا كان مصاب بالسمنه سواء بقى عنده سكر من النوع الاول او الثاني، هو هيستفيد حاجتين، هيتخلص من السكر خالص لو كان النوع الثاني، هيقلل كميه الانسولين الى يعني 15 وحدات لو كان سكره من النوع الاول، ويتخلص من السمنه. تمام، يعني ده مريض. السؤال بقى الثاني اللي هو مريض عنده سكر من النوع الثاني وما عندوش وزن زياده يا سمنه، يعني عنده مثلا 30 كيلو زياده فوق الوزن الطبيعي، ده يعمل العمليه هتعدل له السكر خالص الى ان يتم شفائه، والمريض اللي هو عنده سكر من النوع الاول اللي البنكرياس فيه ما بيفرزش اصلا، هيتم ان ارجعه بقى الى الجرعات الصغيره ال 15 وحدات في اليوم، ويتخلص كمان من مضاعفات السكر والهاجس المدمر للنفسيه طبعا. المريض طبعا اللي بيعاني من مرض السكر طبعا عنده مشاكل، طبعا بيفكر 100 مره قبل ما بياكل بحاجه فيها طاقه عاليه او سكريات. هو دايما بيبقى منتظر ان في حاجه جايه له، يعني هو ما بيعانيش من الوقت الحالي او في الوقت الحالي، او شنطه الادويه اللي بيبقى واخدها في كل حته، او قبل الاكل ما ينفعش ياكل، نسي ادويته في البيت. الامراض المصاحبه بقى يا دكتور هي دي المشكله. امراض مصاحبه هي طبعا لها عامل نفسي كبير جدا، متوقع يعني هي فعلا لها مشاكل. يعني السكر من الامراض يعني اللي هي المدمره يعني للصحه، يعني لها مشاكل في القرنيه، في على النظر، يعني انها طبعا بتاثر على الشرايين الصغيره.
في الكلى، الاطراف بتاعتنا طبعا، طبعا القلب، يعني الشبكية والكوليسترول أمراض يعني كتير باتر، جدا. وقد تؤدي الى تعطيل. يعني واحد مثلا في سن الاربعينات ليه عامل باتر في رجليه وقاعد في البيت؟ يعني ده مش بس، كمان المشاكل الشبكيه والكلى والاطراف ودعامات القلب يعني لها مشاكل كتيره جدا، طبعا الى ان تصل الى اعاقه، يعني طبعا اعاقه. احنا مش عايزين نوصل لهذه الدرجه. وبعدين بيجي ناس في سن صغير جدا 18 19 سنه وعنده السكر وعنده شويه سمنه، طب ما تعالج بقى. في ناس شباب صغيرة يا دكتور بيعانوا من مرض السمنة، واحنا عشان كده معانا حالة هنشوفها مع بعض، عشان كل طبعا المشاهدين بيحبوا يعرفوا أكتر ويطمنوا أكتر. هنشوف حالة أحمد مع بعض. السلام عليكم، أنا أحمد لطفي 18 سنة، جالي السكر من حوالي سنة، كنت بعاني منه من مشاكل طبعا من الأنسولين، بالحقن طبعا الأنسولين مقرفة جدا، وطبعا رجلي كانت بتورم منه، وضيق في التنفس، ما بعرفش انام كويس. فكنت سمعت في التلفزيون عن عملية اسمها تحويل المسار، وشفت دكتور كريم صبري كان بيتكلم عنها، فعرفت عنوانه ورحت له، فقلت له انا بعاني منه، فرحت له مشكلتي. رحب جدا الدكتور وقال لي في عملية اسمها جاستريك باي باس اللي هي تحويل المسار. العملية دي بتقوم على إن هي بتقلل نسبة السكريات في الجسم عن طريق اللي هو بي بي يعني بيقلل دخول السكريات في جسم الإنسان، بيزود كفاءة البنكرياس في إفراز هرمون الأنسولين اللي هو بتاع الإنسان. كمان بيوقف عمل هرمونات بتفرز من المعدة وتضعف عمل هرمون الأنسولين. فطبعا عملت العملية وبعديها اتحسنت كتير، كان وزني 125 كيلو بقيت 120، بقيت 100 أول حاجة، بقيت 120، بعد كده ابتدى أقل لحد بقيت 100 كيلو. طبعا ده حصل في حدود مثلا شهرين أو بالظبط 62 يوم. دلوقتي طبعا النهاردة أحسن بكتير عن الأول، خسيت حوالي 25 كيلو، نفسي بقى أحسن، ما بقتش أجري تاني ولا من زمان. وطبعا وقفت هرمون، وقفت اللي هو الانسولين الخارجي دوت من اول ما عملت العمليه، من اول اسبوع في العمليه بالظبط بطلت اخد الانسولين، وبالظبط في حدود 60 يوم او 62 يوم قلت كده بطلت اخد الانسولين خالص. وانا دلوقتي احسن، واكلي قل شويه بس بقيت احسن، بقى عندي طاقه اكتر من اللي هو اي حد طبيعي، ومبقتش يعني ما بتعبش بسرعه زي الاول. مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مره تانية، وشفنا حاله احمد ازاي حاله مثاليه، وازاي الناس يعني يطمنوا لما يشوفوه شاب عنده 18 سنه وكان بيعاني كمان مشكلته من مرض السكر، بقى يعني 100 كيلو من 125 كيلو، ده طبعا يا دكتور وزن مثالي. بس العمليه هنا مش هنقول انها كانت ايه ترفيهيه قد ما كانت علاجيه اكتر عشان السكر. اكيد طبعا، هي تحويل مسار المعده المصغر في ميزه مش موجوده في كل العمليات، ان هي تيلورد، يعني هي بنعملها طبعا مناسبه للوزن. يعني واحد مثلا وزنه 160 كيلو، هو نزل على فكره ال 25 كيلو دول في خلال شهرين، ولسه قدامه سنه لحد ما يرجع لوزنه الطبيعي، بس هو الكلام ده في خلال 60 يوم، هو حتى بيقول 62 يوم. فده لسه قدامه فتره، يعني نزل ده في خلال الفتره القصيره دي. لكن هي العمليه تيلورد. يعني ايه تيلورد؟ يعني احنا ممكن باين جدا يا دكتور الفرق هنا على الشاشه قدام حضرتك. طبعا هو احنا يعني واحد وزنه قليل كان لابس لبس كبير عليه في السن يعني. هو الفكره فيه ان هو ان العمليه لازم تتفصل على حجم العيان. يعني واحد وزنه كبير جدا ممكن نزود له سوق الامتصاص شويه، نعمل الكوبري اوسع شويه اطول شويه. واحد عنده السكر وعنده بس وزن مثلا 30 كيلو على مثال، 30 كيلو مش لازم بقى اعمل له اللي هو يعني الوصله بتاعت الامعاء تكون فيها سوء امتصاص كبير، يعني على قد الوزن لازم يكون في تناسب للعمليه. ودي ميزه تحويل المسار المعده المصغر، ان ممكن ان هي تتعمل على كل على يعني اوزان مختلفه بمقاسات مختلفه. واحد وزنه كبير شويه بيتعمل بقى اللي هو الستاندرد، يعني ستاندرد يعني بنعمل بقى معده صغيره وبنعمل سوء امتصاص اللي هو الستاندرد على بعد. يعني حضرتك بتقيم العمليه حسب وزن المريض وحسب حالته كمان. بالظبط، يعني عشان بس يبقى في تناسق ما بين يعني عايز ياكل زي طبيعي، عايز يبقى ما فيش سوء امتصاص او نقص فيتامينز او حاجه، يبقى هي تيلورد. تمام دكتور كريم، احنا لسه ان شاء الله هنكمل كلامنا في حلقات ثانيه عن تحويل المصغر للمعده. كان منورنا النهارده من داخل الفقره الدكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحات العامه والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، وايضا استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى
وادي النيل، وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السكر والسمنه، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، وزميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن. دكتور كريم بشكر حضرتك، وكده خلصت فقرتنا. استنونا دايما فقرات جديده من الطبيب. فاصل وراجعين تاني.